وش اقيم؟ هو غير لو اكو مشروع دا انا اقيمه. اخي احنا خصصنا لسام الراع، خصصنا وبالاتفاق وياه ويا المحافظ وكذا درجنا من عدلنا دا نعدل التوازن بين الخطه. تبليط شوارع بال 120 كيلو، بناء مدارس بال 25 مدرسه، محولات وما يقارب ال 55 محوله، قاعات، مشاريع مي، عدد من المشاريع الكبيره. اخي والله ما انجز منها شيء. ما انجز منها شيء، اللي انجز بس اساس مثل مدارس على حتى المقاول هو راح بناء، يعني ما انطته ما انطى ولا دينار. ماكو شيء دا اقيمه، ماكو شيء اخي بسامره، ماكو شيء اسمه مشروع حتى يقيم اصلا. فهو الاصل ما موجود، فانا شو اقيم؟ ولذلك اقول لك اكو اليوم مشكله بسامره، مشكله حقيقيه، يعني الناس الان واصله حد يعني الانفجار، ينفجرون بعد ما يتحملون. طيب. زين؟ ويجيك سياسيين يقول لك ليش والله اهل سامره يدعوني يصيرون محافظه بحدهم. يا تعال شوف انت اللي يصير بيه، يعني مو كافي؟